مين الأسطورة الحقيقية في الكرة المصرية؟ لا بكل تأكيد انت هنا لازم انا افرق بين سوبر ستار وبين ستار. لما يتكلم على الأسطورة كسوبر ستار بدون شك هو محمد صلاح. ليه؟ لان انا بتكلم بلغة الارقام، ماليش اي علاقة بعاطفة وصداقات الصحفيين ببعض اللعيبة والكلام ده او السوشيال ميديا. لا، محمد صلاح هو من احسن 3 لعيبة في العالم. محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي واحسن لاعب في انجلترا. محمد صلاح على المستوى المحلي هو اللي وصل مصر لكاس العالم وجاب هدفين. هنا بكل هذه الاسباب محمد صلاح هو اسطورة كرة القدم المصرية حاليا، وهو الاسطورة الوحيدة في تاريخ الكرة المصرية، وده اللي انا بس بطلق عليه لقب سوبر ستار. وبالنسبة لازمته مع الاتحاد هو الموضوع بسيط جدا، اللي هو لا يديرون المحترفين. محمد صلاح محترف، محمد صلاح نجم النجوم، بيتعامل مع عقلية هو بعض منهم لم يمارس كرة القدم. إذا كان رئيس الاتحاد نفسه ما لعبش كورة، فبالتالي ما فيش شك لازم يتعرض لمشاكل كتير، لأنهم هو يديرون أو يتعاملون مع محترفين.